قبل شوي جبت واحد من الشباب بروتين سألوه انت معزول، فقلت له خذ الصبح وخذ مع الغداء وخذ مع العشاء، ترى البروتين السبلمنت هو مكمل يكمل النقص، المفروض انه ما ياخذ منه، اذا كان في اكله نقص ياخذ، هو طلع اكله كله نقص. انا جالس اغطي الحين لين اعدل الاكل حقه. البروتين باودر، خذ سكوب الصباح، خذ سكوب قبل التمرين، خذ سكوب بعد التمرين، خذ سكوب قبل النوم. لا 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 لا، هذا ما صار مكمل غذائي، هذا صار دواء. لا تعامل المكملات او البروتين باودر مثل الدواء. طيب بكل بساطة يا عسل، مكمل بروتين باودر وظيفته يغطي النقص الموجود او ان وجد نقص في تغذيتك، يعني ليس شيء اساسي. تمام. البروتين باودر ما هو سحر. اي شخص يجي يقول لك خذ ثلاث مرات، خذ مرتين، ليش؟ اسأله ليش. نقطة مهمة وأخيرة بيني وبينك، الشكل الخارجي للشخص لا يعني إنه هذا الشخص فاهم أبدا. تمام.